مع إشراقة الشمس أو قبل بزوغها، يسعون بعزيمة وتوكل، يفتح أبواب الرزق، يتحدون الصعاب بإصرار ليخطوا حكايات الجد والتضحية. برنامج الرزق الحلال، في كل حلقة قصة من قصص الرزق الحلال. أحمد المحتسب من سكان الخليل، عمري 53 سنة. أنا بشتغل في صناعة الجواعد للأغنام، اللي هي طبعاً الخروف والجدي أو الماعز. يعني الجعد هو جلد للخروف اللي بيندبح، يعني طبعاً عند اللحام. هذا الجلد بيستخدموه في القدم، باقيين يعملوه فراوي ويعملوه للمجالس العربية أو للقعدة العربية يعني، وخاصة هذا البدو أو القرويين يعني، وطبعا أهل البلد باقيين نسبة قليلة. حاليا هي خفت طبيعة استعمال هذه الشغلة بعوامل الاستيراد من تركيا أو الصين أو الدول الأوروبية، خفت نسبة كبيرة جدا يعني. وهذه الشغلة تعتبر أصلا من التراث في الخليل يعني، وكانوا زمان الأيدي العاملة فيها أعدادها كبيرة. وطبعا مع الزمن والتاريخ أغلبيتهم توفوا. اللي أنا تعلمتها وأنا عمري حوالي 17 سنة من رحمة والدي، لأنه كان يشتغل نفس الشغلة هذه، وأنا ما تعلمتش بذاك العهد أو بذاك الوقت إلا غير هذه الصنعة، وتميت مستمر فيها إجمالا يعني. تسويها مش بالصورة اللي بدك إياها، أعداد قليلة قياسا للماضي يعني. في الماضي باين ممكن يعني في السنة يصنعوا من الجواعد 20,000 جلد، 30,000. أما حاليا يعني بالكتير 1,000-1,500 جاعد بالسنة. أنا بالنسبة لي هذه زي ما قلت قبل شوي هي تراث، وهي بتعني لي إشي كتير، انتماء لي عندها يعني، وبحبها يعني عن جد، وإن كانت متعبة وبتخش في مراحل عديدة يعني، أكثر من مرحلة بتعبر عبين ما تصنع الجاعد. وخاصة عشان زي ما بقولوها يعني، أنا تعلمتها من ريحة والدي ومعني فيها عشان من ريحة والدي، وأنا إلي زمن فيها وما تعلمناش غيرها يعني، وبتعز علي هذه الشغلة. يعني بالنسبة لي هي حياتي يعني. وإن كان ممكن في فرص شغل تانية أروح أتجه إلها، بس هذا أنا وإن كانت متعبة لعمري حاليا، بس أنا بحبها وبحب أشتغلها. هي متعبة، هي هذه شغلتها إذا للصح سن الشباب يعني، سن 20 و30 و17، لأنها بدها جهد وبدها رفق في الصناعية المعادة بعد يعني. الشخص الواحد ما فيش عنده بيبقى الإنتاج الكافي، بدها رفق في الصنعة هيك يعني. لو كان واحد معه كمان واحد أو اثنين بصير في إنتاج أسرع، والراحة الجسمية بتبقى أحلى وأحسن. طبعاً هذا بعد دبح الخروف. الخروف بنجاب مبدئياً لازم ينحط عليه الملح ويتملح على القسم اللي على الجلد، مش على الشعر، على الجلد، يتملح بشكل صحيح، وبنضبع على بعضه حتى يشرب الملح، خوفاً من إيش؟ من الخراب. بعدين إذا كنا إحنا مستعجلين على عملان الجاعد، بإمكانك تغسل الجاعد، طبعاً تغسله بالمي وصابون والأشياء اللي تنظفه بشكل صح.
عندنا احنا حاجه اسمها عمليه سحب للجلد، واللي هي تكون من حديد اسمها معالج، وبتعلق في حيط وبرتبط بحبله وبنسحب في المعالج حتى يطرى، ولونه ساعتها بتغير على لون عسلي او بني. بالنسبة لأسعارها في السوق، عملية سترة حال حاليا يعني الجعد ممكن من 50 إلى 70 بجيب، هذا بجيب لأيدي التانية مش إلي أنا، طبعا ببيعه أقل، وطبعا في النهاية مع الأيام والزمن المضى أصبحت أنا الوحيد اللي في الخليل اللي بيشتغل هذا الشغل في هذه صناعة الجواعد. مع إشراقة الشمس أو قبل بزوغها، يسعون بعزيمة وتوكل، يفتح أبواب الرزق، يتحدون الصعاب بإصرار ليخطوا حكايات الجد والتضحية. برنامج الرزق الحلال، في كل حلقة قصة من قصص الرزق الحلال.